سوس 24 للخبر عنوان وللصدق مكان. أكا بسم الله نزور سوليني خامين أكا يد لسد نباركي ما كون يرى وانا تغراني لازم نتاكي الترحام تاريخ أدلاني مزيغ أيا نوريسين يكون منس الكتب وثناقين أكريان ولا لنبيا نربي وركي حشايا سيدي نقول بعد أن نسني مير كون نسيبور نسيبور 24 سوس اللي رانا بدات كانت يكواز جند سند مايا دار نتقاشو بوش نتقاس سميز لين سايتيو ماركس المشاكل نتو كلو المشاكل نقول لك كل إلا ديون رئيس أحمد أبو درار شاعر أمازيغي وحواش نسوس ولا حتى الحوز يعني ما يتعلق بالشعر المواليد 70 تعمل في مدرسة النواحي نونين قيادة تفين قلت العمل اللي تريد أنت الرئيس أحمد كفنان شاعر أمازيغي بلا شك حاز في النفسية ديالكم هذا التصرف السبياني اللي شفتوه من عند المركز السينمائي المغربي وكذلك من وزارة الثقافة اللي هي في عز كورونا في عز وقف الحفلات المهرجانات المؤتمرات يعني لقاءات لتجمعات اللي غتستفاد من الفنان الامازيغيين وكذلك الممثلين يعني جميع شرائح الفن عموما اذا بهم كتفاجئوا بهذا القرارات ديال انه اللي استفدوا لا علاقه لهم بالفن المملكة كانت الأخبارات فيما يخص الساحة نحوش يعني الشعراء نحوش قراتون بدون شك ليليا تواصل قراتون من بعد المهزلة حيت يمكن نسميوها المهزلة لأنه كان إقصاء واضح بالنسبة للفنان الأمازيغي والشاعر الأمازيغي وذاك الفولكلور كله ديال سوس من تستيوي إخار تليوي إخار أيت عبد الله راه نقار رجما كرا يعني إلا النوع الإقصاء اللي كان تام إبن يبوكر يعني بادي للعيال ما هو ردكم كفنان أمازيغي كشاعر؟ يعني في القضية ديال الحواش بالنسبة للشعراء ديال سوس اللي كيديروا حواش خاصة يكون حواش نقار ويكون درس يكون ما نظنش واش حواش عمر شي واحد كيستعد ما نظنش ربما حتى في القانون ديالهم ربما ما عندهمش اللي ما سمعت ما عندهمش شي برنامج اللي كيدعم حواش هادشي باش هادشي اللي سمعت ولكن بالنسبه لهذا الشيء اللي وقع الجا اللي وقعت واخا هما اللي ضفوا هما تيقولوا 2008 هي كاينه 2008 ولكن هذا العام هذا عندها الظروف ديالها خاصه الانسان جالس عام ديال عام عامر ماشي سهل وتابعوا المصاريف وتابعوا المدرسه وتابعوا الضوء وتابعوا الماء وتابعوا وجالس مصدر رزق تسد وهادو اللي شدوا الدعم ماشي كنحسدوهم الله يعاونهم انا قليل نقول لك انا كنعرف فيهم ما عرفتش شي عشرة د الناس اللي كنعرف فيهم الباقي والله ما تنعرف والله ما تنعرف إذا كانت تيديروا المشروع عمرنا عرفنا حنا اش ما مشروع كيديروا باش كياخذوا هذا الدعم ما عرفناش عمرنا سمعنا الا هاد الايام بالنسبه الا كانت بالاشرطه انا راه عندي 21 شريط وشريط انا مولته براسي العام اللي فات ومشاركين حنا في ثلاثه هاد الكتب الشعريه وكتهضر على الوطن وكتهضر على الصحراء المغربيه وكتهضر على ما يتعلق بالدين بالامازيغ وزيد غير هاد الظروف هادي استثنائيه باش واحد ياخذ 36 مليون انت ما عندكش حتى 50 الف ريال باش تفك الوليدات صعيب شويه هاد العام صعيب شويه
هما الناس كيشدوها هاد الشيء اللي فات، ولكن الناس خدامين ما عطاوش ودنيهم لذاك الشيء، ما واصلينش عليه كما كنقولوا. هو خدام، ولكن هاد الخطره هادي لولا غير سكت يفرق داك الشيء بلا ما يقولوا في الاعلام، بلا ما يقولوا في الاعلام. علاش؟ لان الفنانه كاع اللي عنده البطاقه، انا راك مثلي البطاقه عندي دابا جوج البطاقات، كاع اللي عنده البطاقه كنا كنسمعوا غادي شي نهار يفكرنا، ولا حتى شي حزب يفكر فينا حنا. حتى الاحزاب راه ما فكروش فينا، حتى الاحزاب السياسيه وتقول شي واحد وعمروش هضر علينا كلهم بدون استثناء. ما نقولش اللي قال هذا ولا هذا ولا هذا، كلهم غير هاد الظروف هذا ما خصش هاد الشيء تعطى بهذه الطريقه. انا شفت واحد الوليد، انا ما حسيتوش الله يعاونو، انا بنتي كبر منه وانا 30 سنه في الشارع، 30 سنه وانا كنهضر معاها، 21 شهر في الشركات باقي ما وقفوا. الرئيس احمد، نعم، كما لا يخفى على احد، كنا داروا نيات الجمعيه، جمعيه الفنانين الشعراء على امازيغ، اللي ميغا الرئيس حسن جمع الرئيس نص، كذلك كيين عثمان ازوليد، الفنان عبدو طاطا، ميغا المصير الجمعيه اللي من حضرة سيسنس أرتيني مكنني غلقتا كفنانة أمازيغيين كشعراء أمازيغيين، أنه تأسست للدفاع عن حقوق الأمازيغية، نعم، عن حقوق الشاعر الأمازيغي، نعم، عفوا، نعم، الشاعر الفنان نحواش. أين هي في الساحة حاليا؟ الجمعيات لا، أشكون كي كركز العضو؟ أنا عضو في الجمعية من 2001 حتى إلى اليوم، باقي في عضو الجمعية. في البداية الكورونا، هاد المرض، هاد الجائحة، الله يديها علينا، دارت شي بركة لواحد 20 رئيس، 20 شاعر، دارت شي بركة على شي بنت. وبالنسبة إلا كانت البرنامج بالنسبة للجمعية، راه الملف ديالنا تحط في وزارة الثقافة، وتحط في المجلس الإقليمي، وتحط في الجهات أكادير. يعني الجمعيه قامت بالدور ديالها في الدفاع عن الحقوق ديال الفنان الامازيغي. طلبنا الدعم باش نديرو التكريم لواحد العدد ديال الفنان ديال الشعراء اللي هما طايحين في فراش، اللي هما ما تيشوفوش، اللي هما ما خدامينش، اللي هما ما عندهم الا الله تعالى. نموذج الحاج كوكوني، ماشي غير كوكو راه درنا ليه التكريم، كوكو درنا ليه التكريم، وفكينا شعري حتى هو دار ليه، ولكن رغم ذلك مريض ما عنده كاينين بزاف ديال الناس، كاينين بزاف ديال الناس ما كيشوفوش، والله الا كاينين فاولو كاين في وزيوا فاولو وفي تاليوين، المهم وفي غرم وفي طاطا وفي كلشي. الجمعيه حطت واحد العدد ديال الرسائل، انا بنفسي ديت الرساله، ديت الطلب ديالهم بالكرموس بيديا، تعطيته رئيس المجلس الاقليمي، رئيس المجلس الاقليمي ديال تاولانت، بالكرموس رئيس المجلس الاقليمي ديال تاولانت، ديت له الملف ديال الدعم، ما يسمى بالدعم ديال الشعراء ديال 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 المارين تدرودنت كامله، باش نديروا واحد السهره ونكرموا فيه الناس اللي كيستحقوا التكريم، اللي هما مراد، اللي هما غادي نعسوا في السبيطارات، اللي هما اللي هما اللي هما. ما تلاقينا ما لقيناش الجواب لا من واجد اقليمي، وانا من جهه سوس مسا، ولا من وزاره الثقافه. الجمعيه مارين عندها الناس اللي كيدعموها، الله يجزيهم بخير، مولين الشركات. سمعنا انهم من التجار ديال ميطاقات تجار، كان بالحسن كاستاك واللي نسيت يسمح ليا، اقول له وسميتو اللائحه طويله. هاد الناس هادو هما اللي كيدعموا انضام، عندهم شي حاجه اخرى، يعني ولاد البلاد نيت، ولاد البلاد قدسوس، ولاد المنطقه قدسوس، ولكن لظروف احكام هاد العام راه كاين المرض، كاين المرض، كلشي واقف، الله يحسن العوان، واقفين المساكن تحشمت تمشي عنده، تمشي تحشم، والله تتحشم.
وانا ما نكذبش عليك، كاينين ناس منهم انا ورغم ذلك تعاونوا معاه مسكين بشويه، تعاونوا معاه بشويه، لانه هما ديما سيعرفوا حيت دابا الرئيس ديال حوايج نقولها لك. في هاد الايام في الوقت ان الشركات ما بقاش تخدموا الا ما خدامش الرئيس، راه عنده غير دوك الناس الجمهور ديالو كيعاونوا. هادشي اللي كاين لا اقل ولا اكثر. اما بالنسبه لوزاره الثقافه ما كتعطينا حتى حاجه، كنديو هاد البطاقه هادي كنديو الاعمال ديالنا كيطلبوا كاع اللي طلبوا لينا كنديو. وهادي راه دفعتها انايا 2018، باقي الوزير الاول عاد تجاهدها عاد خرجها لينا، ديت وكاع داكشي اللي طلبوا ديتو. هاد الكتب اللي كنشوفوا قدامنا الرئيس تمالي يعني شاد فيهم بالاغاني ديالك، هذا منضمن لك الشاعر الكبير استاذ محمد المستوي. محمد المستوي الاستاذ محمد المستوي اللي قال لنا فنان اللي لا يخفى على احد. نعم زند الكتابات اللي الا نغيد يعني يقاوينا الكاتب محمد المستوي، ولكن داخل أغنس الكتاب لان تجلس قصائد شعريه لجميع الفنانين الامازيغيين انسوس يشرب الشعر، هذه كاع الشعر الديني المغربي الامازيغي في خدمه الاسلام. نعم الرئيس احمد دار تجلس قصائد شعريه اللي قالت ينس محمد المستوي مره اخرى الكتاب قال اسم الوحده الترابيه في الشعر المغربي الامازيغي بسوس ومزوده قصائد شعريه امازيغيه معربه. الكتاب الثالث إيجا منشورة منتدى الأدب لمبدعي الجنوب، هذه النسخة الثالثة منه، الطبعة الثالثة، تراجم أعلام تالودان المعاصرين، جمع وإعداد مولاي الحسن الحسيني، كذلك القصائد للشاعر أحمد أبو دراب. بالإضافة إلى غنقول لنا أشرطة اللي دعم زود الشريطة اللي دعم إمتيوكال إدعمتي وقيمت يعني بعيد عن وزارة الثقافة. إذا كانت هذه وزارة الثقافة غادي تجاهل هذه الشريحة ديال 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 الفنانين والشعراء الأمازيغيين في ظل الكورونا، فلما تعطي هذه البطاقة هذه فهي بالنقص منها، وما كاين علاش غادي يعطيوها ليه ويتسمى فنان غير في الأوراق، إلا ما غاديش يتسمى فنان في المواقع وفي الواقع. وهذه رسالة للأحزاب تاعهم المغربية اللي كيستعنوا ديما بالفنان في الحملات الانتخابيه ديالهم وبالشعراء باش انهم يصوبوا الصوره ديالهم. فاذا كان الفنان صاحبك في ايامات العاديه في ايامات السرور، فكن على يقين انك خصك تدير صاحبك في ايامات ايام الحزن، لان الدنيا دواره، واليوم غندي عندي وغدا عندك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسمع لي غير واحد